نشرت الجريدة الرسمية ثلاثة قرارات مهمة أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد، والتي تضمنت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتضمنت تحديد مقر اللجان العامة وتحديد مقر اللجان الفرعية وتوزيع الناخبين عليها. وتضمن القرار الأول القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، وقرارا آخر بتحديد مقر اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التي تجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التي تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية وإعلان الحصر العددي للأصوات في نطاق كل لجنة عامة. والقرار الثالث والخاص بتحديد مقر اللجان الفرعية والفرز في الانتخابات الرئاسية، حيث قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10,085 مركز اقتراع أو مدرسة على مستوى الجمهورية.